عندنا مؤتمر زي المؤتمر ده والمعرض بتاعه ويبقى ناجح من حيث عدد المشاركين سواء كانوا وزراء أو رؤساء منظمات عالمية أو سكرتير عموم لمنظمات عالمية، كذلك من رؤساء شركات عالمية وعارضين مش بس كده وأجنحة لدول، ده يبين فعلا أهمية مصر وأهمية قطاع البترول في مصر، إن هو أصبح دلوقتي قطاع جاذب بدليل إنه إحنا شايفين هذه المشاركة. لما بنتكلم على مشروعات كبيرة ومهمة زي ما اتكلمنا على مشروع زهر ومعدلات الإنجاز بتاعته، ما كانش فقط علشان خاطر إن إحنا نسد بس الفجوة اللي إحنا محتاجينها، علشان إحنا عندنا استيراد غاز، فبالتالي إحنا عايزين نسد الفجوة من حيث الإنتاج بتاعنا بتعجيل بالمشروعات الكبيرة زي زهر أو شمال اسكندرية أو أتول أو نورس، مش بس كده لكن علشان نبهر العالم ونقول لهم إحنا بنقدر نعمل معدلات كبيرة في مشروعات كبيرة غير مسبوقة من حيث المعايير العالمية. بعض الموضوعات التي سيتم إطلاقها من خلال هذا المؤتمر، زي مثلا ما كنا بنتكلم على ان احنا هنمضي مع احدى الشركات علشان خاطر تدخل على مسح سيزمي في خليج السويس، زي ما قلنا ان احنا هنبتدي نعمل برضو اتفاق مع شركة عالمية علشان تبتدي تعمل لنا بوابة الكترونية نحط فيها كل الخرائط بتاعتنا الجيولوجية، بحيث انها تبقى الداتابيز الخاصة بالجيولوجيا بتاعت مصر موجودة الكترونيا، بحيث انها تقدر تبقى اكسسبل او سهل الدخول عليها من دول العالم، بحيث ان هم يقدروا يدخلوا على الداتا بتاعتنا ويقدروا يفكروا في الاستثمار في مصر.